الكل عادي هذه الأغرفة الكبرى ديال الموانئ، ثم هذه الأغرفة ديال القاعات التي سوف يتم وصفها. القاعات عندنا 9 ديال القاعات الحرام، ثم 5 ديال القاعات، 6 ديال القاعات الرسميون فيهم تعليم عمومي وتعليم خصوصي. هنا الملصق ديال الرمز السري ديال كل مادة، إذا غادي تلصق على الأوراق التحرير المكان ديالها. هادو أيضا أوراق أو محاضر توقيعات، كتندار فيها محاضر التوقيعات ديال المترشحين، كتندار في الدر، ثم كتندار في الدر ديال المنتجات ديال الكلام. هذه اللغة العلوم الإنسانية فيها فرنسية، اللغة العربية وأدبية، هذه الملصقات ديالها. صافي غادي نعطيكم منها الملصقات كذا. دابا نسيرو لاخر، غير قاعد من 62 صافي. طالبوا الاخوان باش يوزعوا الاغرفة الصغرى على القاعات، ومن بعد ذلك المراقبين، كاين الاساتذه ديال المراقبين في قاعه اخرى، كيتم التوزيع ديالها من طرف المسؤول على المراقبه. شكرا. الان غادي نشوف كل قاعه كيكون فيها جوج ديال المراقبين، ثم بعد الساعة الثامنة من توقيت غرينتش زائد واحد زائد ساعة، إذا كنديرو نقول جرس كتنطلق العملية ديال الامتحان الوطني المادة الأولى اللي هي اللغة العربية وأدبها بالنسبة للعلوم الإنسانية، وبالنسبة لباقي الشعب العلمية عندنا مادة الفيزياء والكيمياء. وشكرا. معك حسن ناحي، مستشار إعلام وتوجيه في المديرية تاع الناظور. أنا هنايا بصفة ملاحظ بتكليف من المديرية. نحن هنا يعني في الامتحان الوطني، كنقوم بالعمل ديالنا في إطار مراقبة جودة الامتحان والحرص على تطبيق المساطر المطلوبة في هذا الاستحقاق الوطني. الحمد لله رحنا في حاليا في المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى دارت فيها الجهوي، رحنا في الوطني. الأمور إن شاء الله تعالى راح تدوز يعني بشكل سلس، تحترم فيه المساطر وكل ظروف التمرير تاع الامتحان يعني في غاية في البساطة وكذلك عادية جدا. وعندنا هنا الأطقم المشرفة على هذا الاستحقاق قيمة بالعمل ديالها، كلهم في موقعه، والحمد لله لحد الآن ما عندنا حتى شي مشكل، والأمور جد عادية، وكل الضمانات متوفرة وكل الوسائل متاحة، والحمد لله رب العالمين.